شي حلو والله بتضحكي يا منال. قال خواطر قال لقيتها؟ لمين؟ مين هي يعني؟ اختي انسي هالشغلة وحلي عني بقى، الله يوفقك. هاني طلع فيني، والله ببعتك هلأ على قيصري. عم بحكي جد، إذا ما لقيتها بتضب أغراضك وبترجع على بيت أهلك. الله يصبرني. شوفي الممثلات عم بياخذوا منه، ويكون بعلمك هذا موديل هلأ نزل على السوق. ها وانت طويلة فبيبقى لك كتير وبيطلع عليكي حلو. بدر ثانية بس. ليك شوفي هاني، تعرف لي هالمرة؟ شو بدك منها؟ عم بسألك بتعرفها ولا لا؟ هي زبونة المعلم، هو بيعرفها. طيب كيف فيني لاقيها؟ ليش؟ شوفي بدك تحقق معي، قلي هلأ وين بلاقيها وخلاص. عندها محل أدوات التجميل، بس وين كان؟ مرة قطعت لها فاتورة. طيب روح شوف لي الفاتورة. ايه تكرم، رح شوفها بدفتر الفواتير. ايه بس بسرعة. يلا. هاي الفواتير. الرائد عدنان، مجدولين، لقطة، جوليات للتجميل. جوليات لمواد التجميل. في معك قلم هون؟ ايه طبعا. يسلموا. والله كفو يا بدر. اكرام بدنا خدمة تحريز. والله صرفت مصاري كتير. لسه ما شفتي شي، فداكي كل المصاري. حبيبي شوفي بس ليخلص رح يطلع أحلى محل تجميل إن شاء الله. شو بدك هاني؟ أنا مو فاضية. اكتبي العنوان عندك. عنوان شو هذا؟ مو قلتي لي لاقي المرة؟ معقول؟ ايه معقول، ولو يا فتو، انتي بتهميني اكتر وحدة بالدنيا. هدول ما مناح بنوب. ورجيني شو هالشغل هات؟ على اساس معلم؟ كان لازم يلزقهم منيح والا رح يقعوا. عندك سيليكون؟ لا، شو بدك تعمل بالسيليكون؟ رح اجيب سيليكون ولزقه. ليش لا تروح انت؟ هو بيرجع بيساويها. على شو اخذ كل هالمصاري لكان؟ ومنين بدي اجيبه مرة تانية؟ اي ما عاد تشوفي وشه، انا بدبره. يضرب هو وهالشغل.